مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة الحي الحسني في ملف صادم بشكل كبير، موضوع ديال سارة. سارة عندها حوالي 29 سنة، عندها إعاقة، ما كتكلمش، ما كتسمعش وما كتمشيش. توفت الأم ديالها. عندها الأخ ديالها عدنان ونعم الرجال، عنده حوالي 38 سنة، تزوج 8 سنوات، الزوجة ديالو ما قبلاتش الإعاقة اللي عند الأخت ديالو، ضحى بالغالي والنفيس من أجل سارة وبقى مع أخته، وطلق من الزوجة في خضم الموضوع العائلة اللي هما الورثة على المنزل اللي كانوا كيسكنوا فيه، حكموا عليهم بالإفراغ، وكان المآل ديالو وأخته هو الشارع. تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، هذا الكوخ هو اللي كيجلس فيه عدنان من أجل الأخت ديالو سارة، كما قلت في السابق يضحي بالغالي والنفيس من أجل الأخت ديالو. عدنان لاباس عليك؟ سلام خويا، بخير هاني؟ كي داير أنت؟ مزيان الحمد لله، الله يطول عمرك بخير. المعلومات اللي عندي عدنان، ضحيتي، طلقت منك المرأة على قبل أختك، إشكاليات، هذيك هي عينيك سارة. إلا كان ممكن غادي تعاود لي الحكم ديال الإفراغ اللي جا دابا وطردتو للزنقة وبنيتو هاد الكوخ هنا في الشارع، ما عندكش فين تبات لها أنت لا هي، عاود لي. خويا أول حاجة السلام عليكم، كنشكر المغاربة كاملين وكنشكرك أنت اللي عطيتينا وقت بعدا كينا، هادي أول حاجة. فهمتيني، تحية لهاد الناس هادو اللي خدامين وجنود الخفاء. مهم، هاد السيدة هادي الأخت ديالي سارة، كنت أنا من 97 وانا مقابلة، توفات الوالدة ديالي، مزوج بخير وعلى خير، وقعوا شي مشاكل مع الدار وهذه على قبلها، انا بغيت نتكفل بها، قلت لهم انا غنتري غنتكفل بها، ولكن غنتكفل بها خويا، ماشي غادي نمشي غادي نسيني نبيع لها حقها فوق دارها وناكلوا ليها وهي يتيمه، راك تعرف لي حكيتي على يتيمه شنو غيوقع لك. هذه الاخت ديالي ما بغيتش ندير لها العزازه، ما بغيتش نرونها، ما عنديش مع المشاكل، شاد تقار ديالي. تخيل معايا خويا، كنتي في داركم كتوضا كتصلي بخير، واحد شويه كتفاجئ واحد الانسان واقف عليك يقول لك خوي دفعوا لي اخواتي غتخرج. هادي انا كون كنت باغي نشرد هاد الدريه هادي، غناخذ عليها واحد النصيب من عندك السيد، وغادي نشردها وغناخذ ديك فلوس وغادي نمشي بحالاتي. انا حقي اللي كنملك في الدار هادي، هاد حقي ديال الاراثه، حيت حنا كاينين في الاراثه، حنا الدار ديال جدي، ماشي كارين، مش الناس يعرفوا شنو كاين. حنا تحيدنا من الاراثه في الوراق اللي جاونا ملي مشيت جبت الاراثه، حنا كاينين دابا، حنا كنسكنوا هنا في الدار. انا زيد هنا 1984، زيد هنا في الدار، انا كابر هنا، الدرب كامل هذا كابر فيه، ماشي سمعك كاري ولا جيت على البارح ولا مربيني، انا كابر هنا. هذا البيت هذا اللي خرجونا منه انا زيد فيه، خواتاتي كلهم في السبيطار في لوبيطال، وانا اللي زيد في الدار هذه. بقيت مع الدري هذه، قلت لك تتفاجئ بسميتو، قلت له عطينا شي مولا ديال شي نهار ولا هادي هادي. قال لي شوف اخويا، جا الافراغ خاصك تخرج دابا. غادي تقول شحال ديال الخوت نتوما؟ انا خويا شقاقك معاه؟ شقاق معايا كاين هادي وجوج دريات اخرين. هاد جوج دريات اخرين كبار شويه مجوجين؟ واحده كبيره وواحده صغيره. وهاد اختهم هادي اللي الاعاقه مسكينه، ما كتهضر ما كتمشي، ودابا في الزنقه، شنو الجواب ديالهم هما في هادشي؟ بالنسبه للاخوه دريات ديالي، ما نكذبش عليك، ما نقدرش نقول عليهم شي حاجه، كيتعاملوا الاخت الكبيره ديالي هاي يلاه جات دابا. انا سؤالي جاوبني على سؤالي. انا ما تنسولكش كيتعاملوا ولا ما تيتعاملوش، بقى فيهم الحال. شنو هو الحل دابا اللي صار في الزنقه؟ والكلمه اللي عجبتني بها اختي الكبيره، حيت انا ما كنكذبش، راه اليوم دنيا وغدا اخر، انا ما كنهضرش من شي بلاصه اخرى، كنهضر من قلبي. فهمتيني؟ اخت ديالي باقا ديك الساعه يلاه ناض نزاع في الدار، قالت لي يا السيده انا مسامحه لها في حقي. ملي قالت هي، قلت لها انا مسامح لها في حقي، يعني حق ديال السيده هذه، ديال الدار هذه اللي تباعت ب 72 مليون كاتريام ميطاج فوق هذه السيده هذه، انا مسامح لها في حقي. كنقول لك انا ما باغي. انتوما دابا كلكم مسامحين، انت وخواتاتك، وهي كتبات في الزنقه، وانت عرفناك متعاطف معها وطلقت المراه على قبلها، وهادشي قالوا لي تجيرا مزيان. دابا السؤال اللي غنسولك، فين هو حقها؟ هادشي كله اللي انتوما تنزلتوا لي فيها، فين هو الحق ديالها هي؟ انا اللي باغي نوصل لك ونسمح لي، واخا كنهضر مرتابك، راك رغم الظروف ديال الانسان، انت كتشوف الاخ لا طواليط لا والو، لقينا الخير عرف الجيران هنايا، كتعرف الصداق وكتعرف الحبيب. الناس فاهمين، جاوبني على سؤالي، فين هو الحق ديالها؟ الحق ديالها اخويا،
ما خديناهش. ملي سولت السيد جاي خرجنا قال لي خصك عيط لي على حوايجنا باش نعرف حقي فين هو. قلت لي يا خويا الحوايجات ديالنا ما عندناش باش نبدلو هادي في التليفون، راه خصك تجي تعطينا حوايجنا، راه ما خرجتيشني، خصك تجي عندي المحكمه باش تاخد شي فلوس راه محطوطه لك، وعاد باش نمشي معاك باش نحلك. انا وليت في دارنا وغتجي غتحل لي كنت انا يا بطواليط ديالي. لا ولكن من غير دابا هاد الامور كلها هوامش، نقش معايا الجوهر. ها جوج كلمات اللي قال لك هاد السيد اللي شرع، ما قالش لك شحال جاكم في النصيب، هاد الاخت شحال جاها في النصيب انطلاقا من تنازلات الاخوات ديالك ليها، شحال عندها في الحق ديالها، باش حتى نتوما تعرفوش كيفاش غادي تعوضوا هاد البنيه، فين غادي تشري ولا فين تسكن فين. لا ما قال لي حتى شي حاجه، ما قال لي حتى شي حاجه، ما سمعت منه حتى شي حاجه. خويا قلت لك انا مريح خارج جيب كوسه، بكيت لي كوس الخوات دريه، حتى كتبان لي الطوموبيله واقفه صافي. ملي سمعت انا غادي نتعتقل، انا ما عرفتش نهار ديال الحبس، انا ما ديك سميتو ما سمعت راسي غير دار لي المانوت، فهمتيني خويتي اخويا خرجت اختي، ما نكذبش عليك اخويا وصافي وحسيت براسي، ما نكذبش عليك من هذا المنبر هذا اكش مغربي وفهمتيني وروح المواطنه وكندير الخير وكنت عامل مع الناس وما كراش انا الامنيه ديالي كنقول يا ربي يكون عندي المال نبغي نفرق بها، باغي ندير على الخير في الجبال وفي دوك الناس، ما باغيش انا الدنيا فهمتيني، عزيز عليا انت عامل فهمتيني، هادشي اللي كاين اخويا. دابا شنو الخطوات اللي كتشوف انت اللي غديروا باش تعرفوا اشنا هو يعني الارث اللي باقي عند هذه الاخت اللي غتاخذوا هي مسكينه باش تشوف هي فين تسكن؟ شنو هو اللي كتشوف شكون غيدبر الامر ديالها فين غادي تمشي؟ دابا هي كتنعس، هذه ما خصهاش تنعس في الزنقه، هذه ما خصهاش تكون هنا. يومين اخويا كتبات في الزنقه والبارح المشاكل وخفنا وكنا غنطيحوا في شي حوايج هنايا، قال السيد نسيبي هو اللي يبارك معايا والاخ ديالي الكبير كيجي كيطلع علينا مره ودريه يعني اخويا باش تعرف واحد القضيه، وتا السيد هذا ولا اللي يحكم على هذه الانسانه هذه خاصو يعرفها بان ساره راه ما كتنوضش ما كتحركش، يعني الا دارت شي حاجه غير مثلا غير في الحوايج ديالها فهمتيني، راه بقات تما كاينه يعني دابا تخليها هنا يلا مشي. خواتاتك هادو ما جاوش زاروها هنا؟ لا كيجيو اخويا كيجيو بقى فيهم الحال بزاف. شكون يبدل لها دابا هادي؟ شكون يعومها؟ شكون النهار اللي والمفاجاه النهار الخوادريه الصغيره جات هي وراها جات يلا بغينا نحطوا الغداء تتفاجئ بالافراق كيقولوا لها خرجي الله جات عندنا. انا كنقول لك دابا حاليا كنهضر معاك بالقدره الالهيه، ما عرفتش كيفاش. دابا الاخراج، دابا المساله ديال الافراغ قرار خرج اللي كيهمني تدبير حسن التدبير، الظرفيه استثنائيه اللي هي الاخت معاقه، معاق عندها اعاقه من جميع الجوانب، ما كدوي ما كتكلم ما كتمشي مزيان، كتبات دابا فهاد الكوخ هنا على الخير ديال الناس هنايا وحنا مسلمين، يعني هذه ما خصهاش تبقى دقيقه هنا. هذا هو اللي كنسولك عليه، اشنا هي الخطوات من هاد الاخوات؟ عطوك شي اقتراح يقدروا يساعدوها ولا؟ لا ملي الخوادريه ديالي انا وقعت معاه في نزاع اخويا، حاش انا وليت مع اختي في مشكل، وليت دابا انا مع اختي في مشكل فهمتيني، والاخت ديالي جاب الله الجيران كانوا واقفين قالوا لي راه السيد راه ضغط عليه، قالوا لي غادي نديوك راه غادي تمشي غدوز الحبس، وانا ما عنديش اخويا مع هذيك، ما عنديش مع هذيك الطريقه انا فهمتيني، شاد تيقار ديالي ما عندي لا مع مشاكل لا والو، بحال قلت غتمشي اختي وغنمشي انا. اللهم نضحي راه النص ديال الناموسيه باقي في البيت ديالها على قولة الله اكبر، البيت اللي تولدت فيه السيده باقي الناموسيه، هاد الناموسيه انا خايده لها، ما باغيش الفلوس، انا باغي اختي الحق ديالي اللي كنت سال ديال امي في الدار هادي دابا اللي نايض على هاد المشاكل، وهذه لا انا هذه لا انا اختي الكبيره والصغيره عاطين ولاد السيده حيت امها على قولة الله اكبر من اللي بغات توفى وصاتني عليه. صورت العول اللي جا عندنا فاش قال لي غتخرج راه عندك افراغ نهار 13، قلت لي خويا راه عندنا جل ساعه قاضي تحجار باش الدريره تاجلات حتى لو 20 في شهر 9 على السيمانه، قال لي يلاه صافي راه خاصك تخرج، قلت لي فلوس ديالنا ولا الحوايج هادي ساعه نخرجوا نبركوا في الزنقه، قال لي جي عندي للمحكمه باش نعطيك واحد الورقه نمشيو حنا نخرجوا لك حوايج، قلت لي الدريه ما عندهاش باش تبدل، عالم راه جارتنا اللي عطات الحوايج كبير، الدريه انا اللي حافظها. هاي دابا تدوري شدك راه خاصك تحفظ لها كيفاش تدورها. ما كما كان الحال كتكون ولد صعيب انك هاد المرض ديالها عنده ناس اللي مخصصين فيه. خويا شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا من اصعب الاشياء ما يهمني في الموضوع هو الوضع ديال ساره 8 او 29 سنه اعاقه، ما كتكلمش ما كتسمعش ما كتمشيش، ملي تزادت مشى الاب مشى الام مشى كل شيء. مشاهدينا الكرام موضوع المنزل بيد القضاء، خرج حكم المآل ديالو هو الشارع. السؤال المطروح
وهو دور المؤسسات لاتخاذ المتاعين في هذا الأمر. وهنا كنوجه النداء للسيد العامل وكذلك السيد القائد وكذلك رئيس الجماعه ديال الحي الحسني، ماذا فعلتم في الشق الانساني لمثل هذه الاخت؟ حنا في دوله اسلاميه عيب وعار هذه البنت بهذه الظروف بهذه الاكراهات تبات في هذه الغزاله، ما عندش حتى اللي يبدل ليها. حلل وناقش، شرحوا الواضحات لكم عارفينها مشاهدينا الكرام. الاخ موضوع النقاش امور اخرى تخص المحكمه، ما لك وما عليك ماشي موضوعنا، ولكن من يحسن التدبير في ملف هاد الشابة هادي 28 سنة إعاقة وكتبات في الشارع علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، كنطلبوا الله عز وجل وجه المغاربة، غادي نوضع رقم الهاتف ديال 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 الأخ ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع، كل من ساعد هاد الشابة هادي في هاد الظرفية الله سبحانه وتعالى اللي غادي يخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.